ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تشهد مدن الصحراء منذ الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين عاصفة رملية قوية حجبت الرؤية في أغلب مدن الأقاليم الجنوبية، وغطت صباح يوم الاثنين سماء سمارة المدينة العلمية بالصحراء عاصفة رملية حولتها إلى مدينة أشباح بلون برتقالي. العاصفة الرملية انتقلت إلى مدينة العيون الكبرى حواضر الصحراء وحجبت الرؤية في شوارع المدينة وبالطرق الرئيسية، خاصة في اتجاهي مدينة طنطان شمالا وبجدور جنوبا. وقد أجبرت العاصفة الرملية والتي جاءت إثر انخفاض معدل الأمطار لهذا العام بعض السكان على البقاء في منازلهم وإغلاق المحلات التجارية في بعض المدن الجنوبية. وعادة ما تشهد مدن الصحراء وبشكل دوري عواصف ترابية مماثلة مصدرها الكثبان الرملية المتواجدة بكثرة بالصحراء والتي تغطي السواد الأعظم من الأقاليم الجنوبية للمملكة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.